اللي نستعمله بزاف هو الخط البسيط جدا، هو خط النسخة وخط الثلث. لماذا؟ لأنه خط واضح باستطاعة عامة الناس قراءته. هذه المكواة هي مكواة تلحيم اللوحات الإلكترونية. دقيقة، قطعتها حسب زوايا الخط العربي. الريشة كذلك يتم اقتناؤها عادية، بعدها أقوم بتعديلها بواسطة الكماشة. متعة التلذذ بطبع الحرف، هي ليس نفسها يعني متعة كتابتها بالآلة. يعني الآلة حياتها ما تعوض لمسة الفنان.